في البداية عاوزين نعرف إيه هو مشروع بنك المعرفة، وإزاي قدرت من خلاله الدولة تتيح كم كبير من المعلومات أمام أبنائنا الطلبة وإخواتنا الطلبة؟ خليني أربط في الأول البداية اللي تفضلتم بتقديمها عن احتفالية مبنى الإذاعة والتلفزيون ببنك المعرفة. إذا كان في القرن الماضي كان مبنى الإذاعة والتلفزيون منارة العلم والثقافة لمصر والعالم العربي، بنك المعرفة دلوقتي هيبقى منارة العلم والثقافة لمصر والعالم العربي بل والعالم أيضا. في 2014 انطلقت فعاليات بنك المعرفة، عايزين نعمل أكبر منصة رقمية في العالم تقدر من خلالها الطالب الباحث ولي الأمر عضو هيئة تدريس الجامعات المصرية يدخل ويعمل سيرش ويشوف الدوريات العلمية ويشوف الأبحاث العلمية ويقرأ في موضوعات إثرائية تخص التوبيك اللي هو بيبحث عنه. نعم. فمع مرور الوقت بدأ بنك المعرفة يكون فيه مصادر متنوعة جدا للمعارف، سواء تخص المناهج التدريسية للمراحل المختلفة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، يعني من جريد 1 ل 12 كل ده موجود المنصة الرقمية لوزارة التربية والتعليم وشركائها في عملية التعلم. كمان شفنا الباحثين، يعني باحثين ليهم موضوع خاص، ليهم توبيك أقدر أدخل وأعمل سيرش على موضوع، أكتب بس اسم التوبيك اللي أنا محتاجه، موضوع أنا بحتاج أدور على إيه، عايز إيه، بمجرد أنا بعمل سيرش على الحاجة دي بتنزلي كل الدوريات والأبحاث العلمية اللي تم نشرها في هذا الموضوع. لا. كل ده مجاني، كل ده من غير أي مصاريف على أي حد، فدي حاجة كويسة جدا، ما بقتش منارة بس للعلم، ده منارة للعلم والثقافة. طيب أنا النهاردة ابني أو بنتي متعودين إن هم لازم حد يشرح لهم عن طريق درس خصوصي، هم متعودين على كده من صغرهم، فأنا النهاردة الدولة بتقدم لي حاجة مختلفة، بنك اسمه بنك المعرفة، إنه إزاي أنا أقدر أعلم ولادي أو هم يتعلموا أو يلموا معلومات على قد ما يقدروا من المناهج اللي هم محتاجينها أيا كان السبجكت إيه أو الموضوع إيه أو المادة يعني، إزاي أبدل ده فكريا لولادي؟ إزاي أقدر أقول لهم أنتوا قاعدين كده أونلاين ادخلوا شوفوا بنك المعرفة بيقول إيه، ادخلوا شوفوا الدرس ده بيتكلم إزاي، طريقة الشرح حتى أونلاين بتبقى عاملة إزاي، هل في مدرسين بيشرحوا المناهج دي، هل في أسئلة بيجاوب عليها إزاي؟ بصي خلينا نقول إن إحنا محتاجين نشر ثقافة بنك المعرفة في كل أنحاء مصر. صحيح. إحنا محتاجين دلوقتي الناس تعرف، يعني إحنا النهاردة قصدين الناس تعرف يعني إيه بنك المعرفة وإزاي تعمل أكاونت على البنك المعرفة وتدخل ابنك يشوف ويتفرج. أنا واثقة جدا إنه مجرد عشان كده يا دكتور إحنا قصدين إن حضرتك تكوني معنا النهاردة. ربنا يخليك. لا ده كمان هقول لكم في مفاجأة بنك المعرفة عاملها في آخر الشهر ده لكل الناس اللي هتسمعنا، أنا متأكدة إنها هتحضر الورشة دي. بنك المعرفة أنا بدخل عليه بالأكاونت بتاعي، بعمل يعني من خلال الإيميل بتاعي بفعل أكاونت، بيجي لي رسالة بيقول لي خدي بالك أنت عندك أكاونت بالاسم ده بالباسورد ده اللي أنت طبعا اخترتيه، عملت ده بيفتح لي بقى كل مجالات المعرفة. لو انا عندي ابني فادخله على منصه ذاكر اللي هي خاصه بمناهج وزاره التربيه والتعليم، كل المراحل اللي موجوده على في الوزاره موجوده متكريت لها ماده علميه سواء مسموعه او مقروءه او مقريه. طيب هم ليه عملوا كده؟ لان احنا انماط التعلم بتاعت ولادنا مختلفه، في ولاد لازم يشوفوا بعنيهم لازم يشوفوا التجارب العلميه وهي بيتم اجراءها بشكل عملي، وفي ولاد لا محتاجين يتعلموا حسب استجابه الطالب. لا حسب البني ادمين عامه متقسمين لانماط، انه في نمط يتعلم عن طريق اللي لازم يشوف بالزبط. الحاجه قدامه عشان يتعلمها، وفي ناس تسمع الحاجه تفتكرها، وفي ناس فعلا تقرا الحاجه تفتكرها بالظبط. فبنك المعرفه موفر ده، انا اقدر ادخل على التوبيك اللي انا محتاجاه او الدرس ده، هو كمان مقسم لي المنهج لدروس، عايزه انهي صف، عايزه الصف الرابع، عايزه انهي ماده اللغه العربيه، درس ايه نشيد اسلامي يا مصر مثلا. طيب انا داخله على النشيد عايزه اسمعه، اه ممكن العب لعبه تعليميه علشان اجرب اذا كنت عرفت فعلا ولا لا، في العاب تعليميه. ممكن الاقي حد بيشرح لي الدرس بمفرداته وبمعانيه، اه ممكن الاقي ده. فانا هنا بتحكم انا كولي امر ايه الموضوع اللي انا محتاج اذاكره، ايه الطريقه اللي انا محتاج اتعلم بيها. طيب في العاب زي ما قلت لحضرتك، اه يعني في كمان جزء ترفيهي هو مش موجود جوه الكتاب، يعني في حاجات اثرائيه مش هلاقيها في كتاب المدرسه. الظاهر ليه اللي هو لعبه لكن في النهايه هو لعبه تعليميه حاجة.
بالظبط، هو لعبه مهدفه، يعني هي بتبان للطالب ان هو بيشيل دراج ودروب الحاجات كده، ويحط من هنا ويسحب بالماوس ويحط الاجابه هنا ويشوف اذا كان صح، فالجهاز بيقول له برافو عليك، طب محتاج نعدل تاني، طب انت لا كان عندك قصور في الحته دي، فخد بالك ارجع، دي حاجه كويسه برضو، ارجع راجع الجزئيه دي في الدرس وبعدين ارجع حل تاني. فبنك المعرفه رائع في الجزئيه دي، رائع، هيخلي الولد مستمتع طول ما هو بيشتغل، طول ما هو في رحله التعلم هو مستمتع باللي بيتفرج عليه. مش عارفه يا دكتور، دايما الانسان بيحب التفاعل بالظبط. فالنهارده هل نقدر نشوف قريبا جدا او هو موجود بالفعل التفاعل ما بين البنك المعرفه، لو في مثلا مدرسين يقدروا ان هم يبقوا اونلاين ساعات متاحين للطلاب يتكلموا معاهم، لو في حاجه الطالب لسه مش قادر يستوعبها قوي؟ هو دلوقتي مش موجود، بس هي وزارة التربية والتعليم عاملة ده في الجزء الخاص بالبث الإعلامي بتاعها. يعني عاملة كمان منصة اللي هي منصة البث المباشر، يقدر الولد يدخل يكلم المدرس ويحضر الحصة أونلاين ويسأل ويتسأل، ده موجود. ممكن بقى نناشد وزارة التربية والتعليم إن هي تنزل ده على بنك المعرفة، بحيث إن يبقى في يعني اتصال كده، انا دخلت بنك المعرفه، فالاسهل بالنسبه لي ان انا ادخل من بنك المعرفه على حصه البث المباشر، فبالتالي اقدر احضر الحصه واتفاعل مع المعلم. ايه هي المنصات الالكترونيه اللي موجوده اللي اقدر من خلالها ان انا ادخل على بنوك المعرفه او بنك المعرفه؟ منصه ذكر دي اسهل حاجه خالص، لا محتاجه اكاونت ولا محتاجه اي حاجه غير ان انا اكتب في جوجل منصه ذكر، هيطلع لي كده شاشه فيها ولد قاعد بيذاكر، وبعدين اقول له ابدا، هيدخل يقول لي انت عايزه انهي مرحله، عايز انهي صف، الصف الاول الثاني الثالث الرابع لحد الصف الثالث الثانوي، طيب محتاجه انهي ماده، بروح ضغط على الماده اللي انا محتاجاها، يعني وليكن مثلا اخترت ماده التاريخ في الصف الثالث الثانوي، هيروح داخل على الصف الاول عفوا، وبعد كده اختار الماده، تبدا تتفتح لي بقى انت محتاجه دروس ولا محتاجه ماده اسرائيليه ولا محتاجه مصادر خارجيه غير وزاره التربيه والتعليم ولا محتاجه كتاب الوزاره، هو في كذا مصدر. لحظة، مصادر خارجية؟ أوه. يعني أنا كمان هنا أنا ببعد عن فكرة كتاب المدرسة فقط وبعزز ثقافة وفكر الطالب من خلال مصادر أخرى. دي حقيقة. يعني كده الكتاب الخاص اللي كنا بنشتريه زمان أصبح محتاجة. ليس له وجود. مش محتاجه، وخصوصا كمان لطلبة المرحلة الثانوية. خليني بقى استريس أكتر على ده، لأن إحنا محتاجين نوعي ولادنا في المرحلة الثانوية، أنت معاك كنز، أنت مش مستغله. انت معاك مدرس في اي وقت هتجيبه، ده مش مدرس بس، ده انت معاك يعني اكبر مكتبه رقميه في العالم. انا دلوقتي عايزه، لما كنا زمان بنروح نبحث في الكتب في المكتبات، كنا مثلا عايزين نقرا للجبرتي فنروح جايبين كل موسوعات الجبرتي عشان اشوف اتكلم فين عن محمد علي في ازمه الفيضان فاقرا كل ده، لا هو بنك المعرفه عامل لي ايه؟ طيب انت عندك ازمه فيضان 1808، طب خدي الجبرتي كمان قال لك في ده كده. يعني هو كمان رايح بالولد في الحته الخاصة بالمحتوى بتاعه، يعني جايب له محتوى المدرسة، عندك أزمة سنة 1000 بيوفر وقت كمان يا دكتور جدا، يعني فكرة الوقت اللي أنا هقعد أدور وأقرأ علشان أطلع في الآخر بمعلومة سطر أو اتنين، هو جاب لي الخلاصة زي ما بيتقال، والخلاصة من أكتر من وجهة نظر. ودي بقى نقطة مهمة جدا وجوهرية بتعلم ولادنا التفكير الناقد، أنا ما بقولكش إن الكتاب ده هو المصدر الوحيد للمعلومة، لا ده أنت هتقرأ لرأي ورأي مضاد ورأي مختلف، وتشوف انت بقى بفكرك انت هتبقى مع انهي راي وانهي راي انت مقتنع بيه، وبيديله بقى انشطه تحت على ده، انت مع ولا ضد وليه. فدي نقطه مهمه جدا مش موجوده حتى في الكتب المدرسيه، موجوده على بنك المعرفه. كمان من الحاجات المهمه جدا هي طلاب الجامعات اللي دايما بيبقى شويه طريقه دراستهم فيها نوع من انواع يعني الابحاث اكتر، دايما الموضوع بيبقى اسهل بالنسبه لطلاب الجامعه، لسبب انه زي ما حضرتك قلت يمكن بيحاولوا يعملوه دلوقتي في التربيه والتعليم، انه حلو ان يبقى دايما في اكتر من وجهه نظر، بالذات طبعا الكليات النظريه بيبقى فيها الموضوع ده اكتر. هل النهارده طلاب الجامعات يقدروا يستفيدوا من بنك المعرفه؟ دي حقيقه، في ابحاث باللغه العربيه وفي ابحاث باللغه الانجليزيه، وفي دار المنظومه. دار المنظومة دي عبارة عن مكتبة إلكترونية بتضم كل رسائل الماجستير والدكتوراه والدوريات العلمية والمجلات. فالطالب أو الباحث بيبدأ يعمل سيرش على الجزء اللي خاص بيه، وليكن مثلا واحد بيبحث في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى،
مثلا، او نعم. بيبحث عن تكوين يعني حاجه خاصه بجزء علمي او جزء ادبي، مجرد ما بيكتب في دار المنظومه الجزء الخاص بالعنوان بتاعه بيبدا دار المنظومه يقول له خد بالك كل الرسائل دي اتكلمت عن الموضوع اللي انت اتكلمت عنه. يعني هو مش محتاج يقول مثلا انا في كليه كذا انا لا، هو انا موضوع زي جوجل كده بالظبط. زمان احنا كنا زمان دي من فتره كبيره لما كنا بنحب ندور على رساله ماجستير او دكتوراه كنا بنسافر لها اسيوط ونروح المكتبه اللي اتطرحت عشان نشوف المكتبه دي فيها الرساله دي ولا لا. دلوقتي انت مش محتاج ده، انت دلوقتي بتدخل على دار المنظومه بتكتب التوبيك اللي محتاج تعمل سيرش وبيبدا يقول لك خد بالك كل الرسائل دي يعني في رقمنه كمان معموله لكل رسائل الماجستير او الدكتوراه اللي معموله في كل جامعات الجمهوريه المختلفه. دي حقيقه، ومنازل منها ملخص بي دي اف حوالي 18 صفحه من الرساله. اتعمل امتى يا دكتور الوقت؟ كل ده من 2014 لحد دلوقتي. كل ده خلاص اترقم وكل ده موجود على دار المنظومه. ببساطه جدا يقدر الباحث يدخل يعمل سيرش ينزل بي دي اف. ده كده في سهوله كمان بسيطه جدا، لانه بيقول له خد بالك عايز بقى الرساله كامله اتجه للمكتبه الفلانيه. فانا مش محتاجه اروح بقى واتكلف واقعد ساعات طويله عشان ابحث عنها. ادور ولقيت اللي انا عاوزه ولا ما لقيتوش. هي خد بالك الرساله اللي انت طالبها رقمها كذا في المكتبه كذا. روح بسرعه للمكتبه اطلب الرقم ده. وفي المكتبات في رقمنا برضه، فهروح مثلا وليكن المكتبه المركزيه بجامعه القاهره. هقول له انا عايز الرساله اللي رقمها كذا على كذا. فبيدخل تك تك تك، حضرتك اتفضل استريح انا هجيب لك الرساله لحد عندك. دي كلها مربوطه بعض، يعني هي كل ده مش وليد لحظه على فكره. عارفه انا اعتقد الاجيال اللي عملت رساله دكتوراه ما قبل 2015 كانت صعبه. لا هم دلوقتي يعني بيحسدونا او يعني بيحقدوا على يعني احنا تعبنا قوي وعانينا قوي النهارده اصبح الموضوع بضغطه زر واحده انا جبت كل الداتا اللي انت عاوزها وانا قاعد في البيت. دي حقيقه، واحنا قاعدين مش محتاجين نسافر، احنا كنا بنسافر، احنا كنا باحثين بنسافر وندور ونشوف. طب وبعد ما ندور الرساله فعلا موجوده في اسيوط بس في حد مستعيرها فمتقدرش تاخدها. بالظبط دكتور العريا، كل يوم في حاجه جديده العلم بيتوصل لها والبحوث بتوصل لها وبتكتشفها. ازاي بيتم تحديث بنك المعرفه اول باول عشان يواكب هذه يعني الاحداثيات اللي يمكن بتحصل في العالم؟ خلينا نقول بقى نمسك الشقين. الشق الاول الجزء الخاص بالتربيه والتعليم. مجرد ما بيبقى فيه اي تعديل او تحديث للمناهج على طول بتروح بتصب على بنك المعرفه خلاص. على طول ديلي كده لو في اي تعديل بيروح، اي حد عمل اي حاجه من اي دور نشر مشاركه وزاره التربيه والتعليم في بنك المعرفه بتروح على طول مكريته المحتوى بتاعها ورفعها على بنك المعرفه، ليها اكسس لده. فبنلاقي كل يوم حتى اللي يدخل يلاقي اخر تحديث كان بتاريخ 23 مارس 2023 هو على طول بيشوف. يعني انا لو دخلت على موضوع او درس ولقيت في تحديث احسن منه افضل منه اروح له بسرعه، هو بيتحدث اوريدي. طيب في الجامعات مفيش طالب دلوقتي بيقدم رساله ماجستير او دكتوراه من غير ما يترقمن الرساله دي وتروح تترفع بسرعه على دار المنظومه، فبالتالي كل حاجه برضو مربوطه الكترونيا. الرساله اتسلمت فبتترفع على دار المنظومه في وقتها، فبالتالي كده خلاص كل حاجه موجوده متركمنه. صحيح. معروف اولها ووصلت لفين واترفعت امتى وبتاريخ كام وايه احدث من ايه، فدي نقطه في غايه الاهميه، وده العصر اللي احنا فيه على فكره، دي لغه العصر. طيب دكتور اوراريا، يعني بمنتهى الامانه هل كل المواد موجوده على بنك المعرفه ولا في مواد مش موجوده؟ لا كله بقى يا دكتور، يعني كله موجود وتقدروا تدخلوا دلوقتي على منصه ذاكر عشان دي اسهل شويه من ان انت تخش بنك المعرفه وتعمل اكاونت وكده. خش على منصه ذاكر هتدخلك على بنك المعرفه من غير اي حاجه. هكتب كده دلوقتي الناس اللي بتسمعنا تدخل جوجل وهي ماسكه الموبايل تكتب منصه ذاكر تختار وتبدا، هتلاقي كل المناهج مرفوعه بكل المواد بكل المصادر بكل دور النشر. دي حاجه مهمه جدا، يعني في دور نشر مشاركه وزاره التربيه والتعليم في وضع المحتوى بتاعها على منصه ذاكر اللي هي بنك المعرفه بشكل مجاني. يعني انا مش محتاجه اشتري الكتاب الخارجي، انا عندي اهو الجزء الخاص بالسي دي اللي كان موجود مع الكتاب هو موجود اوريدي على البنك. فانا خلاص انا بدخل اتفرج احل اذاكر، الموضوع بمنتهى البساطه مش محتاج. بس احنا محتاجين ننشر ده بقى، يعني دايما كان يعني تعقيبي على بنك المعرفه احنا معانا كنز. صحيح. بس الكنز ده مش مرئي، غير مستغل حتى الان، مش مرئي. كام واحد فينا عامل اكاونت على بنك المعرفه؟ لو سالت هلاقي العدد قليل جدا بالنسبه لعدد الملتحقين بالجامعات والمدارس، هلاقي ده يعني العدد قليل جدا. ليه؟ المشكله فين؟
المشكله في ان احنا مش قادرين نروج ليه بشكل صح. يعني حقيقي فعلا احنا لو عايزين مصدر موثق. كلام حضرتك ده دايما سياده الرئيس يقول احنا مشكلتنا الحقيقيه مشكله وعي. صح. فده حقيقي، احنا اصبح عندنا الحاجه موجوده. انت قبل ما تطلع وتعارض وهي الدوله فين من التعليم وهي الدوله بتعمل ايه في التعليم، الدوله موجوده بس ما حدش شايف هي بتعمل ايه. ده حقيقه. يعني ده والله فعلا بلا مجامله ولا رياء ولا اي حاجه، هو فعلا حضرتك اللي انت بتقوليه ده كنز، كنز معمول مقدم للمواطن مجانا، وهو ده اللي بيكفله الدستور فكره مجانيه التعليم. صحيح. وانا بوفر عليك، لكن رغم ده بلاقي الطالب بيروح ياخد دروس خصوصيه. طب اقول لحضرتك الاكتر، طب تعرف ان بنك المعرفه في بنك المعرفه ورش عمل يوميا في كالندر كده، تقول لحضرتك من شهر يناير لشهر ديسمبر كل شهر فيه 30 و31 يوم، تقدر تدخل تشوف ايه ورشه العمل الموجوده خلال الشهر، تدخل تسجل بالايميل بتاع حضرتك، تقول انا سجلت، بيجي لك لينك تدخل تحضر ورشه العمل مع حد بيتكلم على موضوع معين. يعني الناس اللي عايزه تعرف اكتر على بنك المعرفه يوم 30 يوليو الساعه 8 بالليل، دي المفاجاه اللي هيبقى دي المفاجاه، اتفضلي، في ورشه عمل عن ازاي استخدم بنك المعرفه، ايه المميزات الموجوده حوالي في بنك المعرفة، ازاي انا كطالب استفيد من بنك المعرفة، وازاي انا كباحث استفيد من بنك المعرفة. ده موجود يوم 30/7 الساعة 8 بالليل، نلحق نسجل النهاردة، نخش نعمل اكاونت على بنك المعرفة وندخل على ورش العمل ونختار الورشة اللي بتتكلم عن بنك المعرفة. طب واحد عايز يختار اكتر من ورشة يعني متاح لي، ادخل كل الورش، والميزة انها فترات مسائية، يعني من 6 و7 و8 فبالتالي مفيش مدارس، مفيش شغل، الورش بتتعاد. يعني لو فاتني ورشه انا عشان كنت مشغول او حاجه، ممكن احضرها الشهر اللي بعده هلاقيها نازله بس في يوم مختلف. فانا عندي الاجنده بتاعت السنه كلها من يناير لديسمبر. حد كان عارف ده ان احنا عندنا ورش عمل؟ لا يعني في الحقيقه حتى بنك المعرفه نفسه احنا يمكن كنا نعرفه بالاسم كده، لكن ما كناش نعرف تفاصيل كتير عنه. وزي ما حضرتك قلتي، يعني المعلومات اللي انت زودتينا بيها النهارده يمكن بتبين قد ايه احنا فعلا عندنا كنز حقيقي مش واخدين بالنا منه. احنا بنستسهل شويه، متعودين يمكن على طريقه معينه في المذاكره، وهي انه الولد لو ما فهمش من المدرسه يبقى هو لازم ياخد درس خصوصي، حاجه احنا متربيين عليها من قديم الازل. ويمكن وزاره التربيه والتعليم بقى لها كتير قوي، وطبعا التعليم العالي بيحاولوا يحلوا المشكله دي ويوفروا طرق كتيره جدا ان هي تسهل على الطلاب مذاكرتهم وفهمهم. يمكن اهم من فكره الحفظ ان انا ابقى فاهم الدرس بتاعي عامل ازاي. بتوفير بنك زي بنك المعرفه موسوعه كبيره جدا، فيها كل المواد اللي اولادنا محتاجينها، طرق مختلفه من انماط التعليم المختلفه، اذا كان الطالب حابب ان هو يسمع الدرس او يقراه او يشوفه بشكل مرئي، ايا كانت الطريقه اللي بيحب يتعلم بيها الطالب فهي موجوده على بنك المعرفه. ويمكن ده من الحاجات اللي كنا يعني سعداء جدا ان احنا نتعلمها منك يا دكتور. كل الشكر ليكي دكتوره إيلاريا عاطف، خبيره المناهج وطرق التدريس، على وجودك معانا، بنشكرك. شكر موصول لحضرتك يا سند. شكرا لك يا دكتور إيلاريا. يعني وفي الحقيقه برضو نحب ان احنا ننوه ونوجه عناية السادة المشاهدين، ما تنسوش يوم 31 يوم 30 30 30 الساعة 8 يوم 30 يوليو الساعة 8 مساء نقدر ان احنا ندخل ونشارك في ورشة العمل الخاصة بالتعرف على كيفية استخدام بنك المعرفة واهم المميزات التي يمنحها بنك المعرفة ل يعني متلقي او طالب الخدمات التعليمية.